بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. شهر رمضان شهر الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه، فأكثر وأكثري من دعاء الفرج، فإن فيه فرجكما في ليلة القدر. سأل أحد مريدي آية الله السيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية على القلب أن يكون قرينا وقريبا ورفيقا لصاحب الزمان عليه السلام، كي يحصل على الكرامات الإلهية والفيوضات الرحمانية وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة. ولكن كيف نحصل على هذه العلاقة وهذا الارتباط وهذا القرب مع صاحب الزمان سلام الله عليه؟ من أين نبدأ؟ فأجاب آية الله السيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية قائلا: تبدأ بأنك تخلو في كل يوم ساعة مع حضرة صاحب العصر والزمان. اختر الوقت المناسب لك لمدة ساعة وتوجه إليه، اقرأ زيارة آل ياسين، بعدها قل: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني، على الأقل 100 مرة، والمستعان بك يا ابن الحسن على الأقل 100 مرة، وهكذا تصبح من رفقائه رويدا رويدا. هذه أول نقطة لكي تكون قريبا متعلقا بصاحب الزمان سلام الله عليه، وتحصل على دعائه وفيوضاته وكراماته. برنامج صباحات الأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.